السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير على الجميع، نتمنى وكاع تكونوا بخير وعلى خير. المهم هذا هو الوقت تاعي جماعة، أبار لو ويكاند وين يكون عندي يعني نهاية الأسبوع، وين يكون عندي شوية وقت، ولكن في الأيام تاع الأسبوع الأخرى تكون فيديوهات متأخرة جدا الله غالب. كي تكون فيديو بالنسبة لي تبان مهمة لتوضيح شيء ما، ولا لي يعني باش نتبادل معكم بعض المعلومات، راني نقوم بفيديو. والفيديو تاع اليوم غادي تكون متعلقة بالفيديو تاع البارح، والفيديو اللي تكلمنا فيها على قرعة 13 جويلية، ونشكر الأخ اللي صحح لي اليوم قلت 12 جويلية، هي 13 جويلية يعني يوم الخميس، اللي غادي نعرفوا فيها المنافسين تاع الفريق الوطني، يعني الخمس فرق اللي غادي يطيحوا في المجموعة تاع الفريق الوطني. واليوم غادي نتكلموا على إقصائيات مشابهة للإقصائيات اللي غادي نعيشوها فيما يخص كأس العالم تاع المكسيك، الولايات المتحدة وكندا. وهذه الإقصائيات ممكن الناس اللي حضروا لهذه الإقصائيات، الناس اللي كانوا يتبعوا ذاك الوقت الفريق الوطني، دوك يتذكروا إقصائيات كأس العالم بألمانيا و2006. الشيء الطفيف ولا اللي يختلف هو أن كانت خمس فرق تتأهل لكأس العالم وماشي تسعة، دونك كان مفروض على الكونفدرالية الإفريقية باش دير مباراة سد وتعفي الخمس فرق الإفريقية اللي شاركت في كأس إفريقيا كأس العالم 2002 من السنغال إلى آخره، ومن بعد المتأهلين يديروا قرعة أخرى ويديرهم في مجموعات. داكور، دونك هنا مباراة السد اللي بطبيعة الحال شاركت فيها الجزائر لأنها ما تأهلتش كأس العالم 2002، وهما النتائج راكم شفتوا. المالي تتأهل ضد غينيا بيساو بفوزها في الذهاب والإياب، تأهل البنين ضد مدغشقر، تأهل زامبيا، هما المتأهلين. دوك بعد نشوفوهم في المجموعات، وبطبيعة الحال نشوفوا الجزائر. هاي الجزائر اللي فازت في الجزائر 6-0 ضد فريق نيجر، وراحت فازت في نيامي هدف مقابل 0، دونك نتيجة المباراتين 7-0. ومن بعد في الدوزيام تور، ها علاش راهم يقولوا لك لو دوزيام تور سو ديغول سو فورم دو شامبيونا و 5 جروب دو 6 زيكيب، يعني الدور الثاني غادي تكون خمس مجموعات تاع ست فرق. الان حنا واش عندنا؟ عندنا تسع مجموعات تاع ست فرق، يعني سي لو ميم برينسيپ. شاك ايكيب رونكونتر دو فوا شاكان دو سيز ادفيرسير، يعني ذهابا واياب، او لا ما بين جوان 2004 واكتوبر 2005. قال لك لي فانكور دو جروب سون كاليفي بور لا فاز فينال دو كوب دو لا كوب دو موند، لي يفوز بالمجموعه يتاهل مباشره الى كاس العالم. D'autre part, les trois premiers de chaque groupe sont qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations 2006. Ou Telata, l'AOL, في كل مجموعة يتأهلوا الكأس إفريقيا 2006. وهنا غادي نشوفوا المجموعات، وأنا ما بغيتش نتطرق بالتدقيق على المباريات بين الفرق، وأنا نعطيكم النتائج دوك تفهموني وين باغي نوصل. ها المجموعة الأولى، راك شفتوا أول مفاجأة. المجموعة الأولى تأهل الطوغو في مجموعة تضم الطوغو، السنغال، زامبيا، الكونغو، مالي وليبيريا، مع العلم أن السنغال كان صاحب الربع النهائي في كأس العالم 2002. وشوفوا التنافس في 10 مباريات 23-21 نقطة، هذا هو اللي يمكن غادي ننتظروه، 24-25 أقصى تقدير، أقصى تقدير في الإقصائيات اللي غادي يلعبوها باش تعرفوا تقريبا لو نومبر دو بوان اللي يمكن الجزائر تتحصل عليه باش تفوز الكاس العالم. الطوغو اللي كان عندها بعض لاعبين اولاري، كانوا عندهم بعض اللاعبين يلعبوا في المانيا ما حتى في القسم الثاني، وداروا مفاجاه وتاهلوا، والسنغال ما تاهلتش، ولكن الثلاث فرق هادو الطوغو والسنغال وزامبيا تاهلوا لكاس افريقيا 2006. المجموعه الثانيه نفس الشيء، المجموعة الثانية تأهل غانا، ولكن ماشي بكل سهولة، ولكن تأهلوا قبل الجولة الأخيرة ب 21 نقطة، يعني
ربحوا 6 مباريات، تعادلوا في 3 وخسروا مباراة واحدة، وتأهلوا إلى كأس إفريقيا أيضا رفقة الكونغو وإفريقيا الجنوبية. المجموعة الثالثة دوك من بعد نوصلوا للمجموعة تاع الجزائر، تأهل كوت ديفوار على حساب الكاميرون وعلى حساب مصر، وكان في المجموعة ليبيا السودان والبنين. علاش قلت لكم في بداية الفيديو الناس اللي حضروا لهذه الأشياء؟ يعني في 2006 كانوا يتبعوا المباريات تاع كأس العالم، راك شفت مجموعة ماشي تاع الموت، راه مجموعة ولقاء الموت، آخر لقاء دوك نتكلم لكم عليه موت. شوف كوت ديفوار 22 نقطة، كامرون 21 نقطة. ولكن اللي ما تعرفوش ولا الناس اللي يمكن ما حضروش، هو أن المباراة الأخيرة مصر راح تجاب تعادل من الكامرون، ما تحتاجوش، شوفوا النقاط قاوك ربحت ما تطلعش، قاوك كان ربحت مصر دي 19 نقطة، راحوا جابوا تعادل من الكامرون. والمشكلة هو في آخر دقيقة من يعني من رمق المقابلة، لاعب كامروني المدعى وومي اللي كان يلعب أرير غوش وكان يلعب في ألمانيا، وهو كان اختصاصي في ضربات الجزاء إلى آخره وفي المخالفات، ضيع ضربة جزاء، ولو كان سجل ضربة جزاء كانت الكامرون نزيدوا لها نقطتين، دونك تولي 23 في آخر جولة. شوف التنافس، شوف التنافس. نقولوا المجموعة تاع الجزائر نشوفوها، هاي المجموعة تاع الجزائر اخوتي، المجموعة الرابعة، طحنا مع أنغولا، طحنا مع نيجيريا، طحنا مع زيمبابوي، طحنا مع الغابون، وطحنا مع رواندا. نهضروا على الجزائر ولا نهضروا لشكون اللي تأهل؟ خلوا الجزائر للآخر. تأهل أنغولا مفاجأة كبيرة، نفس الشيء، شوف شحال النقاط، متعادلين في النقاط، ما عدوش لا ديفيرونس دو بوت، عدوا لا كونفرونطاسيون ايميديات، يعني المباراتين المباشرة بين الفريقين، وطلعت أنغولا. شوف التنقيط 21 21، يعني نقول لكم الاقصائيات تاع 10 فرق صعيبه بزاف اخوتي، صعيبه بزاف. اللي يمكن اللي قلع بكري يعني لاقوه الناس والى اخره، عندك 10 موبايل 30 نقطه، شوف 30 نقطه اللي طلع لكاس العالم 21، دونك رانا بين 23 22 21، راكم داكور معايا؟ داكور. شوفوا الجزائر مرتبه خامسه، يعني حتى كاس افريقيا 2006 طلعت انغولا نيجيريا وزيمبابوي، وحنا 8 نقاط، خسرنا 22 نقطه في 10 مباريات. يعني شوف الجزائر ربحنا مباراه واحده، تعادلنا 5 وخسرنا 4، يعني 4 في 3 12، شوفوا التعادلات 5، خسرنا 22 نقطه وما تاهلناش كاس افريقيا. اذا جماعه الناس اللي تقول لكم هذا الاقصائيات سهله، في 10 نقاط سهله وكاع، هراء على اقصائيات مماثله. سي فري في الحقيقه الفريق الوطني تاع الان ماشي هو تاع 2006، ولكن الفرق تاع 2006 ماشي هي الفرق تاع 2023. نزيدوا لها التحكيم، نزيدوا لها الوجه اللي راه ظاهر به الفريق الوطني، باسكو كي تكلمنا البارح على مباراه السنغال واش قلنا؟ قلنا نتمناو الوجه الحقيقي يكون شباب كونت السنغال، لان هذيك مور هذيك المباراه هذاك هو الفريق اللي غادي تلعب به اقصائيات. اذا ما كانت اقصائيات، هذه سي كيما نقولوا اقصائيات منطقيه، راكم تلعب 10 مباريات عندك الوقت باش لا 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 تعطرت تلحق، يعني تساعد جميع الفرق. بصح باش يقول لك سهله، ما كاش كاع حاجه سهله، لو كان كانت سهله لو كانت اهلنا غير كاس افريقيا، مانيش نقول لك نطلعوا لكاس العالم، كاش عندنا ما طلعناش حتى كاس افريقيا، في 6 فرق كلاسينا 5، الغابو فاتتنا، زيمبابوي فاتتنا، لو كان غير كلاسينا 3 وطلعنا لكاس كاس افريقيا، شتو كاس افريقيا ما كناش نطلعوها بعشر مباريات، 10 مباريات ما كناش نطلعو كاس افريقيا ونربحو مباراة واحدة. دونك الناس في هاد الامثلة هادو ماشي نكذبوهم، نذكروهم باللي ما يقولونه في البلاطوهات ولا في مواقع التواصل الاجتماعي ماشي صحيح. المأمورية صعبة،
والمأمورية صعبة مع كونك تكون عندك فريق وطني قوي ومتكامل. أما المأمورية مستحيلة إذا كان عندك فريق مازال ما لقيتوش، نزيدوا لها قلت لكم التحكيم، نزيدوا لها المشاكل اللي راهي في بيناتنا وبين الكونفدرالية الإفريقية، الضغط الصحافة، ضغط عدة، يعني صعيبة صعيبة. نكملوا في المجموعة الأخيرة، هكي نفس الشيء المجموعة الأخيرة دوك تشوفوا، وهذا تاني يمكن يكون درس لنا قبل ما نبداو الإقصائيات نقتدوا به. المجموعة الأخيرة الخامسة فيها تونس، المغرب، غينيا، كينيا، بوتسوانا وملاوي. طلعت تونس، كي تقول لي طلعت تونس عندها 21 نقطة. المشكلة أن الفريق المغربي ما خسر حتى مباراة وما طلعش، والفريق التونسي خسر مباراة ولكن فاز أكثر من المغرب. شوف يعني واحد المباراة كان عليك تفوز عليها وضيعت فرص وتعادلت هي اللي يمكن تخسرك. إقصائيات صعبة جدا يا جماعة، صعبة جدا، والوقت راه قصير، وغادي نوفمبر راه جاي. هذا ما كان. إذن إقصائيات 2006 مشابهة تقريبا لإقصائيات 2023 مع اختلاف عدد المجموعات واللقاء السد الأول. هذا ما كان. كاين الناس اللي ما لعبوش لقاء السد ولكن ما تأهلوش لكأس العالم. السنغال ما لعبتش لقاء السد الأول ما تأهلتش. المهم نلتقي في فيديوهات مقبلة، ربما الفيديو المقبلة سوف تكون بعد قرعة كأس العالم 2026، ولا نتلاقوا غدوة لقيت موضوع يقترب أو يشابه أو يفيد المستمعين فيما يخص الفريق الوطني وكرة القدم الجزائرية. سلام عليكم بزاف وإلى الفيديو المقبلة. سلام.